بس خلي في بالك الصراع على مجالس المحافظات هو بالوسط والجنوب. الانبار اكو حزب حاكم بصلاح الدين، اكو ابو مازن ومدري شنو هم اللي مسيطرين. بالانبار هم اكو مجموعه مسيطره بنينوى. اصحح اه اكو غير معادله؟ طبعا صحح لك. يعني مو وضعهم مسيطرين عليهم ومجالس محافظات رايحين مسيطرين؟ لا اصحح لك. الان ايش عندنا؟ اكو احزاب حاكمه الان، ابو مازن يحكم بصلاح الدين بس اخدمك، والحلبوسي يحكم بالانبار. لا مو هالشيء، خل اخدمك. لا شنو المعادله؟ ما انا الموجود بيها. خلي واضح، خلي واضح. اقوى اربعه هسه، اربعه كتل، ايش عندك؟ تقدم سجلها. ايه سياده، عزم، العزم، الحسم. الحسم اللي هو هاي الجديده اللي تشكلت، هاي الجديده مال الاخ رافع العيساوي والاخ اياد الجبوري وليث وغيرهم وغيرهم. تقدم معروف شنو هي، وسياده معروف الشيخ خميس الخنجر. الاربعه ذولا هم الاربعه الكتل القويه اللي راح تتنافس وبشراسه، بشراسه غير طبيعيه على مجالس المحافظات في هذه المحافظات خلينا نقول الغربيه او السنيه. ذولا اكو اثنين منهم ممكن يكون عندهم تحالف بالايام القادمه، بس راح يدخلون على الاوزان الانتخابيه. يعني انا خلي اجيب 10، شيخ رحيم يجيب 15، هو زعيم الكتله يصير ذا تحالف وياه. هاي هي، وهو يعرف انت والشيخ يعني راح يصير ازاحه للحلبوسي، لان حسن دي يتحركون على عزم. هسه غير احكي لك يا ايش طق طق، حسن جماعه رافع العيساوي دي يجرون خميس الخنجر. لا انا احكي لك، لان اللوبي الان القطري، اللوبي التركي دي صنع خميس الخنجر مو الحلبوسي. لا فقالوا له تعال خويا، انت كنت تفكر الخارج زين. لا حبيبي لا، انت معلوماتك وين دكتور؟ تعال ما في قبل الحلقه تقول شنو المعلومات. مو لا خل ارجع لك بعد، لان هاي قويه ارجع لك.